لأول مرة هذا الموسم في ملعب المستايا ينجح، لا يبعدها دييغو ألفيش البرازيلي وتضيع ضربة جزاء، ثاني ضربة جزاء يضيعها هذا الموسم ليو ميسي، حتى أفضل لاعب في العالم يضيع ركلات الجزاء. وبرشلونة وميسي ليسوا في حالة طبيعية، هذا هو دليل. لكن يبدو لي أن الحارس تحرك، يبدو لي أن الحارس تحرك وخرج عن خط المرمى قبل أن تنطلق الكرة بقدم ميسي، يعني بالقانون نصا يجب أن تعاد ركلة الجزاء، لكن الحكم ربما لا يملك الجرأة لذلك في المستايا. بصراحة دييغو ألفيش كان ذكيا وكان شجاعا ونجح في إنقاذ ركلة الجزاء في الدقيقة 56. هل تكون هذه نقطة تحول في المباراة؟ هنا طبعا نشاهد الكرة المشتركة بالرأس بين فابريغاس وبين جوردي ألبا الذي سقط أرضا، ويبدو أن رأس فابريغاس صار أقوى بهذا الرباط على رأسه، وجوردي ألبا يبدو وكأنه يعني فاقد للوعي أو يستيقظ من فقدان الوعي. هذه ركلة جزاء ضائعة لميسي، مباراة حافلة بتطورات.